أهلا من جديد مشاهدينا الكرام. من ظهر الآن هو الأستاذ بليغ حسب الله الذي سيرافقنا إن شاء الله للتحليل لأبرز الأخبار اللي وردت على موقعنا على الشبكة العنكبوتية الشروق دوت نت. أستاذ بليغ أهلا بك، صباح الخير. أهلا بكم، صباح النور. بارك الله فيكم. الصورة سبقت وإن شاء الله التحليل يكون هو سابق لمحاور كثيرة جدا عشان تصل بصورة موضوعية لكل المشاهد الكريم. بداية بهذا الخبر عبر موقع شروق، حمدوك يصل إلى واشنطن. وصل العاصمة الأمريكية واشنطن صباح أمس الأحد في زيارة رسمية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على رأس وفد رفيع يضم وزراء الدفاع، العدل، الشباب والرياضة والشؤون الدينية. وكان في استقبال دولته بمطار دالاس الدولي في واشنطن السفير دونالد بوث، المبعوث الخاص للسودان، والسفير عمر محمد أحمد صديق مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة والقائم بأعمال سفارة السودان في واشنطن. وسيجري رئيس الوزراء خلال هذه الزيارة لقاءات مهمة في وزارة الخارجية والخزانة ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية، كما سيلتقي قيادات الكونغرس فضلا عن مخاطبة عدد من المراكز البحثية ومجالس الأعمال. كما سيلتقي أيضا بجموع السودانيين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتشمل الزيارة لقاءات السيد رئيس الوزراء برئيس البنك الدولي ومدير الصندوق النقد الدولي. زيارة حمدوك لواشنطن، هذه الزيارة المرتقب منها الكثير جدا. بالتأكيد زيارة مهمة جدا، وزيارة منتظرة، وزيارة يترقبها الشعب السوداني منذ أن تم إعلانها قبل فترة أسبوعين أو أكثر. زيارة حمدوك للولايات المتحدة يحمل في ملفات عديدة جدا منتظرة، ينتظر أنه تناقش الزيارة وينتظر أنه تصل فيها لحلول مع الولايات المتحدة الأمريكية. أهم الملفات التي سيتطرق لها حمدوك بالتأكيد هي ملف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. هذا الملف الذي ظل يؤرق حكومة الانتقالية منذ وصولها إلى السلطة، وحرم السودان من الكثير جدا من الامتيازات التي كان ينتظر أنه يتلقاها. لذلك حمدوك بالتأكيد سيركز على هذا الملف مع وزارة المالية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، بالإضافة إلى الكونغرس، لأن الكونغرس هو معني أكثر من غيره باتخاذ هذا القرار، لأن هناك قوانين مرتبطة، قوانين أمريكية شرع الكونغرس مرتبطة برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. ما لما يحصل فيها مراجعة من الكونغرس الأمريكي بالتأكيد لن يتم رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الملف الثاني هو ملف البنك الدولي، وهذا أيضا مرتبط بالعقوبات المربوطة بقائمة الدول الراعية للإرهاب. لذلك هو السيد عبد الله حمدوك الموضوع من ضمن برنامجه لقاء مع المذولين كبار في البنك الدولي. الملف الثالث الذي تبحث الزيارة هو ملف العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية، أو العلاقات الدبلوماسية بالتحديد، وترفيع العلاقات الدبلوماسية من قائم بالأعمال إلى سفير، بالإضافة إلى ملفات أخرى عديدة، بالإضافة إلى لقاءات مع الجالية السودانية. الجالية السودانية جالية كبيرة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، وجالية دعمت التغيير منذ فترة طويلة وكانت سباقة مثل غيرها من الجاليات السودانية المنتشرة في كل مكان.